مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. قال موسى النبي قديما: أفنينا سنين كقصة. مع في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيه. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيه، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا، ده أمر بيهمنا جدا في برنامج حياتك في قصة. عزيزي المشاهد، سواء عن طريق الخطابات أو بالاتصال التليفوني أو رسائل الاس ام اس التليفونية أو بتزور موقعنا، زور موقعنا، تقدر تعمل تحميل لكل البرامج السابقة وللكتاب المقدس، وكمان تقول لنا رأيك وتكتب قصة حياتك. من ضمن الرسائل الجميلة اللي وصلتنا رسالة من المشاهد جمال يوسف، بيقول، طبعا هو كاتبها بالانجليزي هترجم، بيقول: انا ممنون جدا لاجل برنامجكم حياتك في قصه. اقول فعلا ان هذا البرنامج سبب بركه لي، وانا ببعت بس علشان اقول لكم God bless you، الرب يبارككم. وبيشكرنا على الكتيبات والسيديهات اللي ارسلت لي، واحنا كمان ممنونين لاجل مشاركتك يا اخونا جمال، انك قعدت وكتبت، لانه البرنامج هدفه الاساسي، وزي ما بقول دايما الشخصية المحورية في البرنامج هو أنت عزيزي المشاهد، أنت يا عزيزات المشاهدة. قصتنا النهاردة قصة حقيقية بعنوان يعرف الراعي نفسه، يعرف الراعي نفسه. والقصة بتحكي عن مغني إنجليزي شهير كان بيحتفل بعيد ميلاده وفي قاعة كبيرة، قاعة الاحتفالات الكبرى في مدينة لندن في المملكة المتحدة انجلترا، اكبر قاعة بيحضروا فيها الالاف. فعمل احتفال عيد ميلاده واجتمع الالاف وبدا هو يغني. اول ما دخل تصفيق حار بدا يغني، والناس اللي حافظة اغانيه تغني معاه، وكان احتفال رائع جدا. بين الناس اللي حاضرة كان يوجد شيخ وقور سنه قد تجاوز 80 سنة. في نهاية الحفلة بعد التصفيق الحار والاحتفال بعيد ميلاد هذا المغني الشهير، صوته حلو رخيم جميل زي مرنمنا الجميل منير حبيب، المغني قال: أنا كمان دلوقتي بدي فرصة لأي حد يطلب أغنية. حد يطلب أغنية؟ الراجل الشيخ الكبير ده اللي سنه 80 سنة رفع إيده وقال له: أنا نفسي بصوتك الجميل ده أسمع مزمور 23، مزمور الراعي مغنى. فتردد المغني شوية، قال له: طبعا انا حافظه وحافظه اني اقدر اغنيه بس بشرط. الشيخ قال له: اتفضل. رجل الوقور الكبير ده قال له: انا اغنيه، وبعد ما انا اغنيه تطلع انت على المنصه قدام الالاف دي تقراه كمان. قال: موافق، شرط حلو. وبدا المغني الشهير يغني مزمور الراعي، مزمور 23، اللي بيقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خضر يربضني، الى مياه الراحه يوردني. وينتهي المزمور: إنما خير ورحمة يتبعانني طول الأيام. تصفيق حار، وقفوا يسقفوا يسقفوا وقعدوا. وجي دور الشيخ الكبير، وأول ما طلع على المنصة بدأ يقرأ المزمور. الناس اللي كانت بتهيص وتسقف بدأت تتأثر بشكل شديد قوي، وبدل ما يسقفوا بدأت الدموع تسيل من عينيهم. ولاحظ المغني هذا التغيير، بدل ما كانوا بيهيصوا ويهرجوا ويسقفوا بدأوا في خشوع الدموع تنزل من عينيهم. وقال لهم: عارفين الفرق بيني ما بينه؟ فسكت الجمهور. قال لهم: أنا بغني مزمور الراعي، أنا بعرف عن الراعي. أما الراجل ده فهو بيعرف الراعي نفسه، اختبره في حياته طول 80 سنة، علشان كده لما أرى عنه أرى باختبار، وعلشان كده أنتوا تأثرتوا. عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، تعالوا مع بعض نستمع إلى مزمور 23، مزمور راعي مغنى من مغنينا مرنمنا الروح الحلو
منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة نستكمل يعرف الراعي. الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، في مراع خضيرة يربيضني ومياه الراحة يوردني، في مراع خضيرة يربيضني ومياه الراحة يوردني، يرد نفسي وسبل البر يهديني، وسبل البر يهديني. الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، الرب يرعاني فلا شيء يعوزني. سلكت في وادي ظلال الموت، إني ولو سلكت في وادي ظلال الموت لا أخاف سوءا لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، هما يعزيانني. الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، الرب يرعاني فلا شيء يعوزني. الرب يرعاني، هكذا رنم لنا مرنمنا الحلو منير حبيب مزمور الراعي. الرب راعي فلا يعوزني شيء. قصتنا النهاردة بعنوان يعرف الراعي نفسه. الفرق الكبير، المغني اعترف بكده، قال أنا بغني عن الراعي بعرف عنه، لكن الراجل الشيخ ده اللي قرأ المزمور بيعرف الراعي نفسه. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل بتعرف عن الراعي ولا بتعرف الراعي شخصياً؟ يعني مثلا أنا أعرف عن نابليون بونابرت، أعرف عن خوف وخفرع ومنقرع، بس ما أعرفهمش، ما تقابلتش معهم. هتقول لي مين الراعي؟ الراعي القديم، صخر إسرائيل قديما، هو نفسه الراعي في العهد الجديد اللي قال عن نفسه أنا هو الوحيد، أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، هو الرب يسوع المسيح. في العهد القديم رعاه كانوا رمز باهت عنه، زي مين مثلا؟ زي هابيل كان راعي، زي يعقوب، زي يوسف، زي موسى، زي داوود، كلهم كانوا رعاه بس باهتين. لكن تعال شوف معايا في اصحاح شهير في العهد القديم عن رعاية الله لينا في سفر حزقيال وأصحاح 34. اسمع ماذا يقول الرب هذا الراعي العظيم: أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب. اسمع الراعي الحلو ده: أنا أطلب الضال، بيبحث عنك لو أنت بعيد وضال، أسترد المطرود لو حاسس أنك اتعثرت أو أنت متهيئ لك أن حد طردك من الكنيسة أو من أي مكان، وأكبر الكثير لو الخطية كسرتك داخليا، كسرت قلبك المكسور، وأعصب الجريح، الخطية طرحت كثيرين جرحى، وكل قتلاها أقوياء وأبيد السمين. الناس أو الشيطان اللي بيحرك الناس ضدك
السمان دول اللي واقفين ضدك، بيقول انا بيدهم. ابيد السمين والقوب ارعاها بعدل، وانتم يا غنمي، اسمع، غنم مرعاي اناس انتم، انا مش برعى حيوانات، انا برعى ناس. وانتم يا غنمي غنم مرعاي اناس انتم، انا الهكم يقول الرب. هل تعرف الراعي ولا تعرف عنه؟ المسيح في صلاته الشهيره في يوحنا 17 قال: وهذه هي الحياه الابديه، ان يعرفوك انت. ومكتوب في رساله غلاطيا: انتم الذين عرفتم الله، او بالحري قد عرفتم منه. الرسول بولس في فيليب 3 يقول: انا كل حياتي امل ان اعرف الراعي، لا اعرفه وقوه قيامته وشركه الامه متشبها بموته. قبل ما اختم عايز اقول لك ثلاث صفات عن هذا الراعي العجيب الرب يسوع المسيح يذكر عنه. الصفة الأولى كالراعي الصالح اللي بذل، مات على الصليب لأجل الخطاة. وفاكر في لوقا 15: يذهب وراء الضال حتى يجده، يترك 99 ويجيب الخروف، عايز يحملك على منكبيه في هذا الوقت وانت بتسمعني وبتشوفني. الصفة الثانية انه هو راعي الخراف العظيم المقام من الأموات، مش بس يخلصك كالراعي الصالح ويردك، لكنه بعد الإيمان يمشي معاك الرحلة بحالها. بص يقول إيه؟ عبرانيين 13: إله السلام الذي أقام من الأموات، اسمع التعبير الجميل اللي عن المسيح ده، راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي، يعمل إيه؟ يكملكم في كل عمل صالح، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح، له المجد إلى الأبد آمين. الصفة الثالثة والأخيرة في رسالة بطرس الأولى صح 5: رئيس الرعاة اللي جاي. الراعي جاي تاني ياخد الخراف بتاعه. متى ظهر رئيس الرعاة فحينئذ تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى أو لا يفنى. فهو الراعي الصالح الذي يخلص الخطاة، وهو راعي الخراف العظيم الذي يسير مع النفوس لنهاية الرحلة، هو رئيس الرعاة اللي جاي تاني. يعني من بداية الرحلة لنهايتها، لو جيت له ورجعت ليه تتمتع برعايته. صلي قول له: يا رب أنا ضليت عنك، يا رب أنت اتذبحت بدالي. دايما في العهد القديم كان الراعي يذبح الخرفان كذبيحة، لكن الراعي العجيب اتذبح. هل تصدق الراعي يذبح لأجل الخراف؟ قول له: أنا جاي لك النهاردة، أنا ضليت كتير، أنا بعدت كتير، أنا برجع لك أيها الراعي. إلى حلقة قادمة من برنامج حياتك. صخر إسرائيل قديما اللي قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح، هو الرب يسوع المسيح. فهو الراعي الصالح الذي يخلص الخطاة، وهو راعي الخراف العظيم الذي يسير مع النفوس لنهاية الرحلة، هو رئيس الرعاة اللي جاي تاني. هل بتعرف عن الراعي ولا بتعرف الراعي شخصيا؟ الرب يرعاني فلا شيء يعوزني الرب.